مرحبا. مبلغ الطوارئ هو بكل بساطة واحد المبلغ ديال الفلوس اللي كنحطوه للطوارئ، وهذوك الفلوس ما خصناش نلقيتهم إلا فعلا للطوارئ، ولكن خصنا نعرفوا شنو هما هاد الطوارئ. الطوارئ هما لا قدر الله مثلا إذا كان واحد النوع ديال المرض أو كانت إعاقة أو كان المدخول ما بقاش كيدخل، يعني الإنسان فقد الوظيفة ديالو ولا شي حاجة، هادو هما الطوارئ اللي كنهضروا عليهم. ما كنهضروش على النفقات اللي كتبان غير كتبان في واحد، كنقولوا النفقات الاستثنائية ماشي هما هادو، وإنما الطوارئ الفعلية اللي الإنسان صافي كيبقى ما بقاش عنده مدخول وما تيقدرش أنه يخدم، هادو هما الطوارئ. إلا أنه أنا كنفضل أننا نسميه هذا المبلغ مبلغ الأمان أكثر من أننا نسميه مبلغ الطوارئ. صح حيتش بالطبيعة ديال العقلية ديالنا فاش كنقولوا الطوارئ كان في الداخل ديالنا كنحسوا بواحد النوع ديال التوتر، كنحسوا بواحد الحاجة تهديد. نعم صح، أكيد خطورة أكيد. وحتى باش نجمعوا هذاك مبلغ الطوارئ ما كنساعدوش ريوسنا أننا تسهل علينا القضية باش نجمعوا المبلغ الطوارئ، وإنما إلا قلنا أنه مبلغ أمان، هذاك المبلغ إلا كان حدايا غادي نحس بأمان أكثر، غادي نقدر أنني نوفر شي حويجات لراسي النفسية أكثر ما هي مادية، غادي نتشجع وغادي نمشي وغادي نجمع هذاك المبلغ. زيادة على أنه فاش كنركزوا على الحاجة هذيك الحاجة هي اللي كتكون عندها القابلية أنها توقع أكثر، بمعنى إلا ركزت على أنه طوارئ 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 كنعمر راسي بشي حاجة خايبة بهذاك الطارئ وممكن أنه يوقع مع الوقت بكثر ما أنني ركزت عليه. وإنما إلا ركزت على إلا ركزت على الأمان هنايا غادي نركز على الأمان أكثر، وغادي تكون حياتي استابل أكثر، وأنا كنجمع مبلغ الأمان وفي نفس الوقت كنمي من المستوى المالي ديالي.